اطار تنفيذ البرنامج التنموي ديال المجلس الاقليمي ديال السطات. اليوم حصل لنا الشرف اننا اجتمعنا مع الجمعيات ومع الفاعلين الجمعويين سائر تراب اقليم السطات، وذلك للاخذ بعين الاعتبار بالاقتراحات والمقترحات ديالهم اللي كتصب واللي كتهم التنفيذ ديال البرنامج التنموي ديال المجلس الاقليمي ديال السطات. حقيقة وذلك كان بحضور المسؤول على مكتب الدراسات وبحضور مجموعة ديال الأعضاء ديال المجلس الإقليمي وكذلك مجموعة ديال الجمعيات وديال الفاعلين الجمعويين اللي حجوا من مختلف الجماعات الترابية ديال إقليم سطات للمشاركة في الاجتماع. والاجتماع هذا اللي كان مبني على أساس أنه ناخذ بعين الاعتبار الاقتراحات ديال هذه الجمعيات وديال هذ الفاعلين الجمعويين باش يتنفذ وباش نستطيع اننا ننفذوا البرنامج التنموي ديال المجلس الاقليمي للسطات في ابهى صوره بعيد عن اي لبس وبكل شفافيه وبكل ديمقراطيه.